عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتوا خواتاتي؟ هانيين لاباس عليكم؟ اخباركم؟ كيف بقيتوا مع صحتكم؟ كي درتوا مع هذه الحرارة؟ المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بالصحة والهنا والعافية خواتاتي. المهم اخوتي شوفوا قولوا لي كي جاتني طب ديال الطروزة هاد الطابليات اخوتي عندنا هنايا تلبسوهم غير الا كان سبوع الا كانت خطابه الا كان عرس وكانت المراه كتدور الشغل تدير هاد الطابليه هادي المطروزه هذه ما وشان عليها. المهم اخواتاتي نهار جديد او فيديو جديد ودائما تحت شعار الروتين كما شفتوا شحال هذه ما بارطاجيت معكم شي روتين اخواتاتي. اي جيراني انا معك شو عندك ولا عند جيران؟ معكم ولا جيراني جوج قال لك معايا ومع جيراني شوفوا الهضره كي دايره. المهم اخواتاتي اليوم اخوتي كنا معاينين مول الخشب يجيب لينا دوك البلاكارات باش يعمر يصايبهم. هو صاوب داك الجناب الكوادر صايبهم جا صايبهم ولكن باقي ما جاب لا مجوره لا بلاكارات لا والو وداير معانا اليوم يجيبهم. كنتمنى انه يجي مع هذا الفيديو نيشان نبارطاجيه معاكم. غير معنا البارح وما جاش راه ملعب علينا. لا ما جاش اليوم عاود سي صافي قدام مشات معاكم الفيديو. حنا مع مراد الله اخواتاتي وراني فرحانه بزاف اخوتي اننا صوبنا في الكوزينه. شكرا لتعليقاتكم الزوينه. كتبغينا غير صوبنا اخوتي بكم وبالله سبحانه وتعالى. الحمد لله في اراده الله وبالمتابعه الناس العزاز واي حاجه كيخلقها الله السبب ديالها وانتم سببنا سبب هذه الخبيزه اللي كتشوفونا دابا عايشين بها ورزق والله احبابي. المهم اخوتي انا كنشكر الناس العزاز اللي كيتبعوني وباغين لي الخير وباغين نزيد لقدام. اما الناس اللي عندهم حساسيه مني وما تيبغيونيش بدون سبب فهذاك الامر كيخصكم نتوما هذا قلبكم ديروا به اللي بغيتوا. مرحبا بكم قد كتبعوني قد كتكرهوني انا ما غاديش نفصلكم نهائيا. المهم اخواتاتي المهم عندي المحبين ديالي كثر من الناس اللي كيكرهوني وهذا ما قال لك اللي كرهك زادك وقال لك اللي كرهك ما قال لك اللي بغاك ما بنالك قصر واللي كرهك ما حفر القبر يعني سوا كرهتيني راه كتزميها على راسك. المهم اخواتاتي واللي تبغيه لراسك بغيه للناس سكت زيان اللي تبغيه لراسك بغيه للناس باش ربي يرزقك من واسع الرحمه ديالو. وهذا ما كان اخواتاتي. البارح مشيت للمدينه جيت لقيت راني اخوات البوطه ديال الماء بالتدواش. المهم وقيله خلاو الروبيني محلول لقيناها خاويه لقيناها خاويه كنت منصر لقيناها في الصحراء. فدابا خوتي قالت لي انا غنسقي لك غير سكتي وراه مسكينه دابا كتسقي لي وانا كنصبن واحد العرام ديال الصابون وحنا مخلطه علينا. المهم بقاو مع روتين حتى للثاني ونخلي حامد يعطيكم التحيه. تبارك الله عليكم الاحباب وعواشركم بركه بالصحه والسلامه خليكم بصحتكم الاحباب وليداتكم وعائلتكم نموت عليكم وانا قديما نموت عليكم وانا اختكم مريم وتحية لكم بزاف. خوتي عطيو التعليق على الحسانة حيت كيكذبني. شنو درت؟ لا بلاتي انا ما شوف انا هاد الفيديو هذا بغيتكم تهجموا عليه هجوم صارم حيت ما بغاش يحيد هاد الحسانة. لا خوتي كنتي قرع حنقرع. قولوا له قرع انا مزاوفة فيكم انا قولوا له قرع. لا ساك اخوتي الصيف هادي شي شعاس ولا مشى عند شي واحد الى سير مقرع شكون هذا العلاس؟ شكون اللي ماشي عنده مقرع؟ ما كاينش العلاس اخوتي. العلاس كاين احسن من التقريعه. دير تقريعه وشري كاسكيت دابا راه شعري ناضل مالك على ديك الحاله ديما مخلي راسو كيلعش. لا اخوتي قلت لك نقرع بالله الا قلت لي قرع نقرع. شوف اخوتي قلت لي زيد نقص من شعرك نزيد نقص من شعري. لا انا قلت لك الف مره لا سيقولها لهم قلت انا كلامي ما عنده تقي. المهم اخوتي دوره فيه قولوا له نقص من ديك الشكوكه اصلا ما كتجيش زوينه. انا نجيكم نيشان قلت ها له ما تقش بيا خليه بيناتهم دابا نتوما كيسحب لكم انا ما تنقول لهش هو راه هو اللي تيبغي. جيب زيان يلا اخوتي اللي قريتها قلت زيان هجموا عليه اللي قلت انا التعليق ديال اخوتي الله ما نعاودها زيان راه مكرر خدمه هي. المهم اخواتاتي بقاو مع البقيه ديال الفيديو والله اخوتي اختكم مرونه شويه بغينا نخويو داك البيت باش ان شاء الله نفتحوا السرجم اللي كنا قلنا لكم غنفتحوه معاكم ان شاء الله وغنشاركوا معاكم كل شيء. بقاو معانا يلا الحبيب. شوف اخوتي هذا الراجل اخوتي وليت كنوحل معاه. المهم غادي نبارطاجي معاكم الماء. ها انتم اخوتي راه معمره هذه ومعمره هذه انتم ما معمراش غير منصه صافي هنا يا خوتي. ها انتم
يعني كان شلل هذا الحوايج مرقدين هادو مشفتهم حيت عندي الحوايج بزاف ما السلك ما غيقدنيش ايوا صافي ها نتوما صافي غنشر هادشي ونرجع معاكم حبايبي بقاو معانا خواتاتي اسمحوا لي هذاك كان بان في الكاميرا المهم اخواتاتي هذا الماريو هذا طارت ليه هذا الباب هذا حنا الحاجه ما تطولش عندنا من عند الله سبحانه وتعالى المهم اخواتي ولات كتدخل الغبره للحوايج د ولادي حيت هذا كان ديال ولادي فدابا ملي بقات كتدخل الغبره هذاك المجوره ديال اللي بيهم بزاف اللي كيتحلوا ويتسدوا فيهم درت حوايج ولادي انا نبارطاجيهم معكم دابا وهذا غندير فيه الصبابط فبقاو معنا ما تمشيوش تبارك الله عليكم اخواتاتي واش غنقول لكم اخواتي انا دائما كنبغي نشارك معكم الروتينات ديالي بعفويه كيف ما كاين كيف ما داري دايره انا كنبارطاجي معكم الفيديو المهم هذيك البلاصه التحتانيه درت فيها الصبابط ديال زياد فراسك انا حامد كنتلف واش فراسك ولا ما فراسك انا هكا خلاقيت اختك تعرفي علاش كتلفي علاش اللي ما تكونش حداك كتلفي والله ملي ما تكون حداك كتلفي الا كنت حداك صح اه نهضر معاك ملي كنكون حداك اي حاجه واخا ما كتكونش حداك كتبان لك انا كنتوفى حبيبي الحراره صحتي تبارك الله عليكم اخوتي سمحوا لي داك الفاصل المهم اخواتاتي ديك الجيال الثانيه درت فيها السبرديلات ديال زياد السنيدله ديالو هذيك اللي فوق منها درت فيها الصبابط ديال فاطمه الزهراء عندها سبرديلاتها سنيدلاتها سبيبطاتا صراحه نظم لي الصبابط بزاف اخواتاتي حيت ما كنتش كنلقى فين ندير الصبابط وكيتغبروا وكيبقى كل فرده بوحدها هذا رتب لي كل حاجه درتها في بلاصتها ودرت كل صبابط ولادي درتهم بوحديتهم صبابطي بوحدهم صبابط حامد بوحدهم يعني القضيه تنظمات وش غنقول لكم النظام كيلعب واحد الدور اللي كبير وكبير جدا المهم هنا خواتاتي بعد ما غادي نسالي غادي نكمل معكم المهم كملوا معايا الروتين حتى التالي وراني برا كنسجل لكم الصوص الا سمعتوا هكا شي غوات ولا شي حاجه غير قبلوا هذا مكان حيتاش لداخل اخوتي واحد الحراره اللي رهيبه 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 المهم اخوتي الله يبرد علينا وعليكم واللي جا فوقته ما يتلا ما عندنا ما نديرو المهم هنا راه كنقلب على فاطمه زرع السبرديلات ديال صبابطه حيت ما لقيتهمش كاع شحال من فرده ما لقيتهاش هذا ما كان المهم هذيك الجهه الفوقانيه درت فيها انا الصبابط ديالي ها نتوما حطيت السنيدلات صافي اخواتاتي اليوم جمعت كاع الشقه اللي مجموع عليا تصبين تصياق تخمال السيد مول الخشب حتى هو راه جا خواتاتي المهم اخوتي كاع داكشي اللي بزاف يعني هاد النهار داز عندنا عامر بزاف وراه حنا ما شاركناش معكم كلشي ولكن اخوتي حيت لجينا نشاركوا كلشي راه الفيديو غتجي فيه شي 30 دقيقه ولا اكثر وما يجيش زوين المهم انا اخوتي راه ديك الجهه الفوقانيه راه هزات لي سنيدلاتي مع صبيبطاتي صافي اصلا انا ما عنديش بزاف اخوتي حتى حامد ما عندوش بزاف عنده غير جوج سبرديلات وصباطو ديال العراس صافي فاطمه زهراء اللي عندها وقيله صبيبطات شويه بزاف هذا ما كان المهم اخواتاتي هنا من بعد ما ساليت هانتوما هذيك الجهه التحتانيه درت فيها شي لعيبات ما كنستعملهمش واحد منهم سد الدراري وداك الشيء صافي هكا جابي في ديال الصبابط جا حسن وقولوا لاخوتي في التعاليق وحتى بالنسبه للتنظيم تنظمات القضيه مزيان ما بقاش داك الشيء مرون ومبعتر صافي هنا اخوتي ساليت شو البليغه ديال زياد هانتوما صافي هنا اخوتي سديتهم وراه غنحول هادشي كامل ما يبقاش كيف ما كتشوفوه دابا صافي اخواتي بقاو مع البقيه ديال الفيديو هنا اخوتي راني كنمسحو من برا حيتاش الغبره اخوتي قهرتني انا فهاد الصيف الغبره قهرتني تخيلوا كل نهار كنمسح كل نهار وهكاك اخوتي ايوا واش تقدر سي الطابليه ما تخدمي شغل ايوا سير سير ها راني كتكب الماء كلشي خدام بدي 10 10 10 ولا 15 لا 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 سيري تسقسي ناس جيب العز ولا كحز اجيب العز ولا كحز
لا قولي جيب العز ولا كعز. العز لوز، العز العز لوز لوز العز لوز لوز. شطحي المتابعين، شطحي قولي عيشوري عيشوري عيشوري. عاوني خالتك رانيا، عصري حوايج عصري حوايج، راه الحوايج في البانيو عصري. عصري خوتي راني كنخمل داك البيت راه هو راه مرونه القضيه. ها اه ما توسخليش طابليتك. فقلت وين؟ خيري على هاد الحادقة يا خي، شوفي الشغل كي داير، تعلمي رانيا، رانيا تعلمي الشغل. انا غنديرهم خوتي دابا كنخوي هاد القنت هذا باش غنفتحو السرجام. داركو لنا في التعاليق حميد ماك شتي فيا غير شتي اي هاديك الشغل واش دار هذا شويه قليل ها شويه قليل. اه واش دير هادي؟ اجي 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 نهضروا شويه مع الناس. هذا اللي بغيت نزرع خو الناس وحشوك يا حبيبي تعطيهم. انا لا 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 قالت لك قلتي يا حميد عندك 100 حسن. اه لا يا اختي علاه قالت لك عندي 100 حسن هو كيقتلو ديما. قالك يا راه مسلمه قالك وصلها الرسول يا طاووس صلى الله عليه وسلم قتلو هذا شفناه وراه ما صالحهاش هذه فهمتي هذه تدي على الملحه هذيك ولا حميد كيقتلو ديما حميد راه ربي راه بحال يتهرجل انا طواس صعيده طواس سي خلي لي هادي سنه ديال الوزن اش يروح طيب بالله روح هو ماما
هذا بوتيات. اه هلو. يا هذا ضوي في كاميرا. هلو هذا. ها؟ هلو حوم. يا هذا خواتاتي من بعد مصيف في البيت حطيت لنا مصيف هاد البلاصه هادي مع عاد غندير لها لي زار ديالها. هذاك الصاك كنت قلت لكم اخواتاتي جامعه فيه حوايج وليدات ديال البر وعلى تكون شاداله. المهم اخواتاتي اجي معايا راه نقولوا انا دابا هادي غادي نلمط هذا باه نتوما معاه. بالنسبه للسرج اخواتاتي هو هذا انا تبعوا غير الحد ديال صبعي ها هو السرج ويا السرجه تم سيره شو السرجه جاي حاده مخير لا هو هذا الشرج خويت هاد البارتيه هادي في الارض اخواتاتي باش غنبقى نفرش فيها النعس انا ووليداتي خوات الشرج اذا دفوكم صافا اخواتاتي ياك لا حنت نلمطو شوف ماشي لعبه باش نلمطو والله اخوتي واحد الحراره زعما انا كتخيل كيقضي عليا الصباح بيه نمشي على بنيتي نمشي على الخبيزه زعما هاد البيت ما فيه لا سرج لا والو شوفوا دابا تقولوا غير تكون مريم ما كتمسحش الغبره راه كنمسحها خلاص ها هي كتدخل كترجع تدخل هذا هو الدرع ديالي والله اليوم راسو راه خصو يتطوار باقا ما طويتوش ايوا خوتي شويه بشويه غنموت كنجي في الماء هو هذا خوتي الدرع ديال القناص ديالي بزاف ديال الناس قالوا لي دوري كاين متابعين سولوني قالوا لي واش باقا ما جاكش الدرع ديال حميد انا باقا ما درتش الطلب عليه حيت هو كيخصك ديري له الطلب ماشي تيجي راسو دابا نقول له صافي دير لي الطلب ديال الدرع ديال القناه حميد حيت راه فات 100 كا شكرا لكم اخوتي من هذا المنبر وكنت قلت لكم وصلوا حميد 100 كا وغندير واحد الحفله ساعه ما كتبتش ها هو الدرع الفاد ديال القناة الكبيرة كبير هو الله وإنما غير القناة ديال القناة ديالنا وصافي هانتوما هو هذا راني معلقاه هنايا محيدة تاع الدراري هاني كي درتي كي درتي هانيتي صافي صافي هاني مشيت درت صافي راني معلمت ديك الدنيا هاني أنا كنتوفى هنايا خواتاتي هاد البلاصه حنا صايبناها شويه حيدناها طرفناها وغطيناها على ما ان شاء الله نشوف شي بيفي كبير وندير فيه حوايج وليداتي حيت ما يمكنليش نلقاها هكا كندير في القناه في الشواكش حتى الدنيا ما كتنظمش ها نتوما خوتي دابا درت هاد القنيات وهاد البلاصه نبقاو نفرشوا فيها قد السرج ان شاء الله غدا ان شاء الله حامد يفتحوا الى كتب الله يلا بقاو معنا شو زياد ومسيكي النعاس دوشت ليه ونعس اخواتاتي ايوا أو هذا هو البيت من بعد ما سالينا صافي الرياحة بواساتي وهنا راني دخلت هداك الفراش ديال الفوسطار ولمط وراني مصبنتهم أو صافي هنا دراري بدلو زيادة مسكن مرايا دابا خوتي دايرة غير هاد الطبلة حط طبلة أخرى حط عليها الماعن أو خوتي بقاو مع بقية الفيديو